هذا وقد شهد المركز الإقليمي لنقل الدم بالمينيا إقبالاً كبيراً من الشباب للتبرع بالبلازما ضمن المبادرة الرئاسية لتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وكان محافظ المنيا أسامة القاضي قد أعلن في منتصف شهر يوليو الماضي بدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما بالمركز الإقليمي للدم بالمحافظة، والذي يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية. النهاردة احنا في حدث وفعاليات مشاركة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة مع المشروع القومي لتجميع البلازما في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. فعاليات اليوم بدأت من الصباح الباكر بتوافد مجموعات كبيرة من الشباب، عملوا جولة في المركز واديناهم زي ندوة توعية عن أهمية المشروع القومي لتجميع البلازما اللي بيعتبر إن شاء الله نقلة كبيرة جدا في إطار مشروعات التصنيع ويعني صناعة الأدوية والمشتقات اللي بتشتق من البلازما لتوفير علاجات للمرضى اللي محتاجين لهذه المشتقات.